جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا. هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. كنا في حلقة سابقة تكلمنا عن الإسلام والعقل والتدبر، وقلنا أن هناك ثلاثية كبيرة جدا في القرآن الكريم تهتم بإصلاح عالم العقل وعالم القلب والضمير والحساسية اتجاه اليوم الآخر. ثلاثية كبرى القرآن الكريم يركز عليها باعتبارها عنصر الصلاح للإنسان حتى يقوم بمهمته الكبرى التي عبرت عنها الملائكة بمعنى المخالفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، بمعنى المخالفة أن وظيفة الإنسان في الأرض المتوقعة منه أن يوقف سفك الدماء ويحقن الدماء وأن يصلح الفساد ويقوم بالصلاح في الأرض. هذا الذي يعبر عنه بعمران الأرض. فإذا الإنسان في مهمته في الدنيا هو يعمر الكون الذي صنعه الله عز وجل بموجب الرحمة، لأن القرآن تنزل بالرحمة، والمعنى الحضاري في القرآن كله مرتبط بمعنى الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، لماذا لم يقل رحمة للمسلمين أو رحمة للإنسان؟ لماذا قال رحمة للعالمين؟ العالمين هم كل ما سوى الله عز وجل، كل الخلق يدخلون في العالمين: الحجر والشجر والطير والنبات والزهر والورد والحيوان والحية والثعبان وكل الدواب وكل الجمادات وكل النباتات والسماوات والأراضين، كلها تدخل في مفهوم العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الجزء العاقل من العالمين هم البشر والجن وهم مكلفون. الذي يعنينا من الموضوع هم البشر الذين نخاطبهم ويخاطبوننا والذين نعيش بينهم. الذي يعنينا هو الإنسان الذي نحن منه. هذا الإنسان المكلف في الأرض بإعمار الأرض. القرآن الكريم عندما يزرع الحساسية اتجاه اليوم الآخر، وعندما يزرع العقل والتعقل في الإنسان، وعندما يجعل حساسية الضمير عالية، إنما يهيئ الإنسان حتى يقوم بدوره في هذه الحياة الدنيا. القرآن الكريم ينظر لأعمال الصالحين الكبيرة باعتبارها هي العنوان الرئيسي لصلاح الكون. فالقرآن يبدأ بقصة بني إسرائيل، وقصة بني إسرائيل مرتبطة بإذهب إلى فرعون إنه طغى. والطغيان الذي يتكلم عنه القرآن الكريم في سورة في شكل فرعون هو طغيان سياسي، فإصلاح النظام السياسي جزء من القرآن الكريم وجزء من آلية القرآن في صناعة الحياة الراشدة والحضارة البشرية الراشدة. فمع إصلاح القرآن لعلاقة الإنسان بالله عز وجل، يصلح القرآن علاقته بالكون الذي يعيش فيه. إذا اكتملت هاتين العلاقتين، علاقة بالله وعلاقة بالخلق، قامت الحياة الفاضلة والنهضة والحضارة المنشودة. حتى نصل إلى هذه الحضارة المنشودة وهذه النهضة المطلوبة نحتاج إلى اليقظة. اليقظة بهذا المعنى هي تفكر وتدبر وتأمل ونظر في التفصيلات. كيف نستطيع أن نخلق في أنفسنا بالعلاقة بالقرآن وعي بمتطلبات إنشاء الحضارة وإعمار الأرض؟ عندما ننظر إلى منظومة حياة أي مجتمع من المجتمعات نجد فيها الاعتقاد. حتى النظم الشيوعية فيها اعتقاد، يعني من لا يعتقد بوجود إله وأن الكون صدفة هو اعتقاد باطل، ولكنه نوع من الاعتقاد. ولا نجد مجتمعا إلا وفيه عبادات وشعائر،
حتى المجتمعات الشيوعية حتى المجتمعات الشيوعية. فما المناسبات الاحتفالية والمظاهر التي يحرص على تكرارها والطقوس التي يقام بها إلا نوع من الشعائر؟ ولا يوجد مجتمع إلا وفيه تصور عن السلوك. هذا المعنى العظيم اللي هو تصور عن السلوك يحتاجه كل مجتمع، ولا نجد مجتمع إلا وفيه السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام والتعليم والصحة والنظام الحقوقي والنظام الدفاعي. هذه المنظومة الاجتماعية الكاملة ما الذي يحكمها في العمق إلا عقل ذكي وقلب نقي وتصور لليوم الآخر؟ إذا افتقدت هذه الثلاثية أو عنصر منها تختل العلاقة بهذه الأشياء. خلينا نضرب مثال، بالمثال يتضح المقال. اليوم المجتمعات التي تحيط بنا لا يناقش عاقل في أنها أكثر تقدما منا في مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع والنظام والنظافة والدفاع والقدرات العسكرية. إذن هي في مستوى التعقل عندها نسبة أكبر مما هو موجود عندنا في الشأن الدنيوي، ولكنها قد تستعبد بشرا في أفريقيا، وقد تستبيح لنفسها أن تضرب مدنا بالقنابل النووية فتدمر مدنا بكاملها بمسيئها ومحسنها. وقد نجد هذه الأمم لا تساوي بينها وبين الآخرين، وقد نجد عدم عدل في الكون مع تفوق هذه الأمم. ذلك لأنها تفتقد الركنان الأساسيان، حساسية الضمير الإنساني الذي لا يفرق بين بشر وبشر، وتفتقد النظرة لليوم الآخر، المآل والبقاء والحساب، وبالتالي تنمو عندها قوة المخلب والناب، ويضمر عندها الضمير الجمعي. فقد تنمي ضميرا جمعيا خاصا بمجتمعها فتقيم مثل هذه المعاني في مجتمعها، ولكنها لا تكون رحمة للعالمين، تكون رحمة لمن هو تحت إمرتها وترى له الميزة والفضل على غيره من العالمين. إنما الحضارة الإسلامية الراشدة التي يشير إليها بالقرآن رحمة للعالمين، رب العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا تشوه وعي الإنسان المسلم بهذه الحقيقة البسيطة أنه رحمة للعالمين أصبح لا يفرق كثيرا عن هذه الحضارة المختلة. فإن امتلك القوة والساعد والسلاح والعلم المادي استخدمه كما تستخدمه هذه الأمم، فلا يعود هناك فرق بين هذا وذاك. اليوم ونحن نسعى لحضارة راشدة للبشرية، وليست حضارة راشدة للمسلمين، إنما حضارة راشدة، لأن الحضارة الإسلامية إن قامت هي حضارة الإنسان، هي رقي الإنسان، هي ارتقاء بالإنسان حتى يقوم بدوره في الكون، هي رحمة بالمؤمن والكافر، هي رحمة بالحجر والشجر، هي رحمة بالجماد والنبات، كل ذلك داخل في رحمة الله عز وجل. المعنى الحضاري في القرآن سنتلمسه طورا بعد طور، وسنرى كيف يعالج القرآن قضية العقل الإنساني وتشوهاته، والنماذج الإنسانية المطلوبة لصناعة الحضارة الإنسانية، وكيف تتكثف في القرآن الكريم لتصنع معنى مغايرا لإنسان المخلب والناب. سنرى كيف يتجه القرآن الكريم لإصلاح النفس وإصلاح السلوك في ذات الوقت، وأن يجعل هذا السلوك هو لعمار الأرض ولبنائها. فالعقائد والعبادات والسلوك والسياسة والاقتصاد والاجتماع والحرب والسلم في الإسلام، ونظم الجودة في الإسلام، ونظم النظافة في الإسلام، كلها موجهة لصناعة مجتمع يكون شامة بين الأمم. فالحضارة في جوهرها هي أن تتنافس المجتمعات البشرية كيف تكون شامة بين الأمم، كيف يشار بإصبع لأمة فيقال هذه أنظف الأمم، هذه أكثر الأمم نظاما، هذه أكثر الأمم تقدما، هذه أكثر الأمم رحمة،
هذه تصبح معيارا. من هنا تأتي قضية الشهادة على العالمين، لأن الشهادة على العالمين أن يكون هناك معيار يرجع إليه في النظر للصواب والخير والحق والنماء. الأمة الإسلامية حين تمارس فهم القرآن الكريم هي تتفهم معنى الحضارة الراشدة ومعنى إعمار الأرض بالنظر إلى السماء، وتتخلص من فكرة المخلب والناب ليحل بدلها حضارة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، هو القرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا.